زيارة الرئيس هذه القصيرة إلى أنقرة هي الأولى له، لكنها ربما تعد الأهم في سجل زيارته منذ انتقاله إلى الرياض عقب الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع مطلع العام الماضي. مصادر رسمية أشارت إلى أن هذه الزيارة كان يفترض أن تتم قبل أشهر وتهدف لتوسيع التحالف الدولي الداعم للشرعية والحصول على الدعم اللازم في الملف السياسي والإغاثي. تكتسب الزيارة أهميتها في هذا التوقيت كونها تأتي في ظل واقع جديد للشرعية أصبحت فيه قواتها على تخوم العاصمة صنعاء، فيما تستمر جهودها الرامية لمواجهة مخلفات الحرب في المدن المحررة. تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تتقدم فيه قوات الشرعية على كثير من المسارات، وهذه الزيارة تؤكد بأن مساحة الدعم للشرعية يتوسع أكثر مما هي سابقا. المباحثات التي أجراها الرئيسان اليمني والتركي في أنقرة تركزت على جوانب الدعم الذي يمكن لتركيا تقديمه للحكومة اليمنية في الوقت الحالي، وخصوصا ما يتعلق بعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستقف إلى جانب اليمن في هذه الأيام المضطربة، مشيرا إلى أن تركيا أرسلت مساعدات إنسانية إلى اللاجئين اليمنيين في جيبوتي، وأن سفينة محملة ب6,000 طن من المساعدات غادرت تركيا إلى عدن قبل أيام، فيما يجري الترتيب لإنشاء مستشفى ميداني في عدن لمعالجة جرح الحرب. الرئيس هادي من جهته أكد على الاتفاق بين الجانبين على تنسيق المواقف بين وزيري خارجية البلدين، بما يضمن موقفا تركيا داعما للشرعية في المحافل الدولية، وهو ما تحتاجه السلطة الشرعية في هذه اللحظة تحديدا. زيارة مثقلة بالتاريخ والملفات، يفترض بها أن تعلن مرحلة جديدة ليس في تاريخ العلاقات اليمنية التركية فحسب، بل أيضا في مسيرة عمل وأداء السلطة الشرعية، وهي تفتح آفاقا جديدة لمعركتها الدبلوماسية مع السلطات الانقلابية.